منذ 6 أشهر تخوض إسرائيل حرباً متعددة الجبهات، عادلة، معقدة وطويلة. نحارب الأعداء بإصرار وبحكمة. فوجئنا في 7 أكتوبر وفشلنا، لكن سرعان ما انتقلنا إلى الهجوم. قمنا بصد الدواعش من حماس وبدأنا هجوماً شرساً أثمر عن إنجازات عديدة على جميع الجبهات. الإنجازات تتراكم وتتعمق، في كل يوم يصبح أعداؤنا أضعف. في غزة قمنا على مدار الأسابيع الأخيرة بالتمرن داخل مراكز ثقل حماس، وتمكننا من تفكيك ممنهج لقواعدها ومصالحها في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، فوق الأرض وتحتها. حماس تتكبد خسائر فادحة بقواتها القتالية. نفكك الجناح العسكري لها. دمرنا عشرات الآلاف من قطع الأسلحة والقضايا، وبضمنها جزء كبير من طرسانة حماس الصاروخية. مخربو حماس والجهاد يختبئون ونحن نلاحقهم. نواصل تضييق الخناق على قادة حماس والقضاء عليهم، مثل ما جرى في الشهر الأخير، مثل ما عرفت إسرائيل في الماضي محاسبة أعدائها. بالصبر وإصرار سنعمل ذلك هذه المرة أيضا. 7 أكتوبر نقطة مفصلية في تاريخ أمننا. لن نعود إلى الوراء. المجازر التي ارتكبها دواعش حماس لن تتكرر أبدا. هذا هو التزام لا رجعة عنه. الحرب في غزة مستمرة، نحن بعيدون عن إنهائها. نتقدم، نقضي على مزيد من المخربين، ندمر مزيد من البنية التحتية الإرهابية، نجرد حماس من قدراتها العسكرية والسلطوية لإيجاد حل آخر سيجلب الاستقرار للمنطقة. شعب إسرائيل حي.